المساحة الجاية دي حنظهر فيها مقارنة بين دخول القوات المسلحة والقوات النظامية المساندة لها، وبين حال دخول المتمردين لأي مكان. رغم إنه الحق واضح للجميع، لكن ما زال في بعض المشككين والحائرين. والله يا زول عندنا بطيرة فكاك الحيرة، ما ترجع للحق يجو قواتنا النظامية يفكوا حيرتك ذاته. مدير شرطة أم درمان العقيد عاطف عيسى كان في جولة تفقدية لأحياء ودنباوي، وكان بيشارك بنفسه في إدخال أثاث المواطنين، وأمر قواته بإدخال المنهوبات للبيوت وإغلاق البيوت. التحية للشرطة والتحية لأبطال أبو طيرة. وإن شاء الله تيادوا يجوا بالسلامة معززين ومكرمين، يجوا في هذه الحاجات القاعدة دي موجودة إن شاء الله. يجوا غسالاتي عند كرم وعلي الحسن ده جاي ندخل الغسالة الثانية. لو عجبنا لبن مكل ولبن مل ما احنا نقوم بواجبنا حتى لو ادى شنو للمجازفه في حياتنا. أما الأبطال ديل قاعدين في ارتكاز، مستحملين الظروف القاسية من أجل أمن وأمان المواطن ومحاربة التمرد. نسمع الرسالة الوجهة الأبطال ديل. يا سمباسة انت وينك؟ لا شدتنا فيك انت سجدنا صحيح. فلي اوي اوي ابا حماد احسن للمراقبة وياك الله. ها؟ احش عليل. اهل البلد دي كيف؟ اوي اشفى اشفى شديد. اوي اوي. الله يا سيدي وسملوها هو 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 يا سيدي
ده شغلنا وقاطع قلبنا. مبروك. شغلنا شنو؟ وقاطع قلبنا. لا بنكل لا بنميل لا بنعرف المستحيل. بنموت وما بنعرف السبب شنو. بل الله اكبر. سكان منطقة الشجرة والحمداب أقاموا يوم ترفيه للأطفال للتخفيف عليهم من آثار الحرب الكارثية اللي عاشوها. تخيلوا دعوا منه؟ دعوا أبطال القوات المسلحة. عليكم الله في طمأنينة أكثر من كده، إنه أبطال القوات المسلحة يكونوا بين شعبهم وأبواتهم وأمهاتهم وأخوانهم وأخواتهم. خلونا نشوف جزء من اليوم الجميل ده. الضيوف الكرام في قيادة مدرسة الشجرة العسكرية، والسادة الآباء والأمهات والأطفال، سكان حي السبا العريق والأحياء المجاورة، نشكركم لقدومكم اليوم لمشاركتنا في هذا الاحتفال الذي يقام في روضة بي آي بي، ونرسل تحياتنا لكل سكان يثرب وما جاورها من أحياء الذين لم يستطيعوا أن يكونوا معنا في هذا اليوم. الآن الجميع يعلم ويوقن ما عانه الشعب السوداني وما عانته الخرطوم الجريحة بسبب هذه الكارثة المسمى بقوات الدعم السريع، حيث هجمت هذه الميليشيا على الخرطوم بغرض استعمارها واستيطانها، فنهبت ممتلكات المواطنين وسلبتهم أموالهم. واحد جيش واحد شعب واحد جيش واحد شعب.